حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه قال ان صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمره من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمره عام الحديبيه